المراقب. بمناسبة المراقبة، مصادر الدخل القومي اللي ممكن أن تمنحنا أمل إيه دلوقتي؟ أنا هل حضرتك بتراهن على السياحة، قناة السويس، والناس هتكلم عن قناة السويس، ناس بعت تسألني أسأل حضرتك عن دخل قناة السويس، هل يمكن أن نراهن عن الاحتياطي في البنك المركزي؟ هل يمكن أن نراهن على أن هنجمع فلوس من الناس اللي واخدين أراضي؟ فوزارة الزراعة النهاردة بتقول أنا باخد أراضي من 19 واحد، أن الناس اللي تقدرت الأراضي بأسعار هترجع تدفع بالمتر مش بالفدان. هل ده جزء من الدخل القومي المصري؟ شوف، يعني الأراضي بتاع والمخالفات حلوة، بس دي مش ده هتجيب مليارات. يعني لا، انا ارحب باي مليم يجي الخزانه اليومين دول. لكن شوف حضرتك، انت سالت السؤال المظبوط، ما هي مصادر نمو لهذا الاقتصاد؟ ميزه الاقتصاد المصري انه اقتصاد متنوع. يعني ما احناش زي دول مجلس التعاون الخليجي اللي هو بيعتمد على سلعه واحده اسمها البترول. انت عندك زراعه وصناعه وسياحة، وفي قطاع صغير كده بس بينمو بسرعة جدا هو الاتصالات. وبعدين الخدمات. فدي ميزة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري، انه اقتصاد متنوع ملهوش مصدر واحد للنمو، اذا اتضرب يبقى اتضرب. لا، ده اقتصاد متنوع. في بقى حاجات تانية زي الغاز، قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، دي حاجات مالكش سيطرة عليها لأنها بتخضع لقواعد أخرى. لكن اللي لك سيطرة عليه هو الصناعة. الصناعة المصرية مؤهلة الآن إلا أنها تحدث انطلاقة جديدة بتعميق الصناعة. احنا بننتج حديد وصلب، لكن الحديد والصلب ده يا سيخ يا بتاع كده بلت اللي بيسموه في الصين وفي الهند. لا، ده بيحولوا المركبة وبيحولوا العربية وبيحولوا التلاجة وبيحولوا الغسالة. فدي المرحلة القادمة في التصنيع في مصر. ودي عن طريق ايه؟ عن طريق انك انت تنتج ماركات عالمية، تنتج اشياء ممكن انها يعني تسوق في العالم. سياحة. نعم. السياحة انت قدرتك 30 مليون سائح. انت وصلت السنة دي ل 13 مليون. قدرتك 30 مليون سائح. بالورقة والقلم محسوبة. بالورقة والقلم. بس عاوز بقى تنوع شوي. يعني عاوز تقول ايه؟ ان انا عندي السياحة عالية القيمة. في كده اوتيلات ما يجيلهاش الا الناس اللي بتصرف. وفي اوتيلات اللي بيجي لها الشباب الصغيرين اللي عايزين الثلاث نجوم والنجمتين زي والنجمتين بس في برضو عندك العالي القيمه وهكذا. ده احنا عاوز تزود، يعني عايزين نزود، عاوز تزود فكره ثقافه الشارع كمان، فكره الخدمات اللي بتقدم للسائحين. الله يخليك، انت ذكرت احسن حاجه. احنا بنحب السواح، احنا بنقول لك احنا مصر بلد سواح. ها، بلدنا بلد سواح، وتسمعها في المطار كده كل شوية. هل نعني هذا الحقيقة؟ معاملتنا للسواح تتنافى تماما مع الأغنية. ليه في شرم الشيخ جيدة وفي الأقصر جيدة وهنا لا؟ عشان بقت الثقافة دي تربط هناك. يمكن عشان صعيدة زي حالتنا، يعني بيعاملوا الناس كده، بيحافظوا على أكل عيشهم كده. ويحافظوا على أكل. لا، احنا الحقيقة، لأن برضو ما انت لازم تعلم الناس. المسائل دي بتيجي في المدرسة وتقول له التلفزيون طول الوقت لازم نلح عليه وبتاع ولا آخر. عندك الخدمات بقى، يعني في دراسة للبنك الدولي على سنة 2050 ايه اللي هيحصل في أسواق العمل في منطقة البحر المتوسط. نعم. وقالت ان في شمال البحر المتوسط الدول المتقدمة دي هيحصل فيها نقص كبير جدا في اليد العامله، ولكن فيها شيخوخه. في الجنوب عندك فتيه شباب، يعني شباب. شباب. فمن هنا انت ممكن تتبادل مع الناس دي. يعني في افكار كتيره، في افكار كتيره لانطلاقه للمجتمع المصري، بس انت لازم تخليك ثابت وما تغيرش
ما تغيرش بسرعة القوانين والترتيبات والحاجات دي. 1,200,000 تقريبا راجعين من ليبيا، هل يمثلوا صداع أو قلق لوزير المالية؟ بالتأكيد. يعني هم أولادنا وأهلهم مصريين، مواطنين مصريين، مواطنين مصريين. بس أنا فاكر لما جيت هنا بعد حرب العراق وكان موقف مشابه، ومنه احنا اقترحنا ان ينشأ الصندوق الاجتماعي. ده كان الظروف اللي اوصينا فيها بانشاء الصندوق الاجتماعي. فالعائدين من ليبيا طبعا يمثلوا عبء بالذات في المرحلة دي. ومن هنا الحقيقة اولا لازم نهدى عشان نعرف نشتغل، وثانيا الانطلاقه اللي بتكلم عنها دي تستوعب كتير، ضروره ضروره. يعني انا معظم الناس دي ممكن هقول لحضرتك فكره واحده، عارف شواطئ النيل دي 1,000 كيلومتر رايح و1,000 كيلومتر جاي وكلها محتاجه لتاهيل، صحيح، وممكن تكسب فيها ارض. طيب السكه الحديد دي مش حضرتك بتسافر كده بالقطر، فيها خدمات كتير، الواحد طول الوقت شايف ان ممكن نبيع مش الهوا ده، نبيع الواقع. احنا بنبيع الهوا والارض اللي حوالين السكه الحديد. نعم الارض اللي حوالين السكه الحديد دي رهيبه جدا. طيب بلاش ده ولا ده، انت عندك الترع اللي في الاراضي المصريه، لان احنا بنعمل ري كده مفتوح، الترع والمصارف تمثل 10% من مساحه الاراضي المزروعه في مصر. الناس اللي راجعه من ليبيا تعالى يا عم حط لي مصورة وغطيها، مش عاوز انا القنوات المفتوحه اللي بتجيب لي بالهرسيه وبتتبخر في الحر، فيبقى داخل في اطار مشروع صرف مغطى وبيشتغل وبياخد فلوس. اقول لحضرتك حتى الكورنيش اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي، كورنيش النيل الممتد بهذه المسافه 1000 كيلومتر رايح و1000 كيلومتر ده ممكن ينشا عليه تجاره يا فندم، تجاره وسياحه طبعا ما هو فكره تغيير شكله ثم تحويله الى تجاره حيه. انا شفت اسيوط عاملين شغل هايل على النيل، طب ما تعممها بقى. فدول اللي جايين لي من ليبيا او حتى الشباب دول او الى اخره ممكن استيعاب. طب حد يعمل المشروع ونبيعه؟ يعني مين في الحكومه يستطيع ان يصنع تخيل هذا المشروع ويقول انا هعمل محلات صغيره هنا زي ما بنشوف ده اللي متقدمين بيه؟ ده اللي احنا عاملينه في اجتماع النهارده الصبح، الى جانب طبعا مشروعات كبرى زي ممر التنميه بتاع دكتور فاروق الباز. ما جه وكلم المجموعه دي، وفي ده مشروع برضه هيستوعب عماله رهيبه. ده بقى شوف بقى هيعمل حياه مجتمع شوف كامل. احنا بقى ايه المصريين فيهم عاده، يقول لك ايه طب انتقد المشروع ده ازاي؟ يا عم بس معلش انتقد، وهو ليه قريب كده وليه مش داخل على منخفض القطارة وعلى يا سيدي اتفضل عدل فيه زي ما انت عاوز، بس خلينا نبدأ لان ده ممكن يستوعب 9 مليون مصري. 9 مليون مصري؟ ايوه فندم. تقريبا هو رقم البطاله اللي بنقوله. بطاله كله. ايه لا ده اللي ما بيشتغلوش. بطاله هو بيقول لك يعني 2.3 مليون. انت هذا المشروع يا سا خد مشروع شرق بورسعيد ممكن يبقى هونج كونج الثانيه، وكانوا جايين ويستوعب بورسعيد بالمشاكل اللي فيها وكانوا جايين، بس احنا طبعا يعني زي ما تقول كده ايه قرفناهم شويه، فراحوا دبي، حته اسمها دبي وعملوا فيها هونج كونج. بس دبي وانا احب دبي طبعا اخواننا وكل حاجه، لكن مصر فيها عمق. لو فيها هونج كونج يبقى فيها عمق، فيها ناس هتجيب وتبيع حاجات وحاجات وخدمات و يعني في اقتصاد له عمق. هل في خطط ان احنا هنبتدي ده بالفعل؟ والله اسمع انا ولا وقتك ضاغط جدا يا دكتور؟ لا دلوقتي لا وقتي ما يضغطش على الموضوع ده، دي مساله حياه او موت. اصل لو الحكومه صراحه بقى. الحكومه تسيير الاعمال الموجوده حاليا لو عملت لنا بس نواه لهذه المشاريع من دلوقتي واترمت بالفلاحين. اصل الناس متصوره ان مثلا حكومه تسيير اعمال يعني جاي اليومين وماشي، لا انا جاي لو مشيت بكره ما يهمنيش. انتوا جايين تاخدوا ايد البلد. ما يهمنيش لو مشيت بكره، لكن طالما ان انا موجود بشتغل كاني قاعد للابد. ودي فرصه بالنسبه لواحد زي بامانه شديد، دي فرصه ان كل الكلام اللي كتبته على الورق
ما تقولوا بقى، حققوا بقى، اعملوا. طيب قبل ما اكمل اسئلتي معانا تليفونات، بس بستاذن الساده المشاهدين ان السؤال دقيقه وسؤال، وفي تخصص سيد الوزير وفي احوال ومستقبل مصر. الاستاذ محمد من محلك، اتفضل. السلام عليكم. اهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا بك. حضرتك كنت عايز سؤال بس بالنسبه للسيد الوزير. اتفضل. حضرتك سيد الوزير. نعم. حضرتك بالنسبه لتثبيت العماله المؤقته. ايه؟ حضرتك تثبيت العماله المؤقته. اه. احنا اطباء في انفلونزا الطيور من سنه 2007، مر علينا 4 سنين. ايوه. تمام. فهو دلوقتي حضرتك كنت قررت اللي هو يعدي عليه 3 سنين هيتثبت فوري. ايوه فاهم. لحد الان حضرتك ما جاش اي حاجه في الادارات او المديريات. فلما سالنا وكده فقالوا احنا الهيئه او الهيئه البيطريه بعتت ورق لوزاره الماليه، فوزاره الماليه يعني ما فيش رد جه منها او رفضت بمعنى اصح ان هي تثبيت ده. فمش عارف حضرتك يعني هو دلوقتي احنا عدى علينا 4 سنين. طيب اوكي، شكرا يا استاذ محمد. الاستاذ حسن من القاهره. اهلا، السلام عليكم. اهلا، سلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اكلم؟ اتفضل على طول، قول سؤالك. ماشي يا فندم. احنا حضرتك العاملين بمعهد قومي للسكر، كويس. دلوقتي حضرتك احنا شغالين، في مننا شغالين بقاله اكتر من 7 سنين على حاجه اسمها صندوق تحسين الخدمه. ايوه كويس. لما نزل القرار بتاع السيد الوزير ان هو اللي يتعين بقاله 3 سنين دوت في يعني الهيئه اللي ماسكانه اللي هي الهيئه عامه المستشفيات بعتت قالت ان اللي هيطبق عليهم الناس اللي بيتقاضوا مرتباتهم من الميزانيه. طب الناس اللي هي بتقبض من صندوق تحسين الخدمه موقفها ايه؟ مع العلم ان في ناس منها عدى عليها اكتر من 7 سنين. طيب انا ما اتمناش ان مكالماتنا برضو تتحول الى مطالب فئويه. انا معايا السيد الوزير النهارده بنتكلم عن مستقبل مصر، ده جزء من اللي احنا بنتكلم فيه وهو مهم وهطرحه، لكن الاهم احنا رايحين فين. الاستاذ محمد من القاهره، اهلا وسهلا. الو. ايوه يا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال؟ اتفضل يا فندم، اتفضل اسال على طول. دلوقتي حضرتك بالنسبه للتعويضات، انا كنت عملت محضر وخدت رقمه وقدمت في ضرائب البساتين. تمام. ولغايه النهارده مفيش اي حاجه. طيب اوكي، انا بشكرك جدا. انا هقول لحضرتك اللي عندي وبعدين هي كلها مطالب فئويه. اتفضل يا فندم. معالي محمد علي بيقول فتح منشأة للتصدير ولم يستطع الاستفاده بسبب المعوقات الاقتصاديه. محمد فاروق ثابت بيقول سياده الوزير لقد صرفته نحن المرشدين السياحيين مبلغ 1000 جنيه اعانه بطاله، هذه لفته جميله يا سياده الوزير، ووافقتوا على 15% زياده للحكومه، ماذا عنا؟ نريد من سيادتكم تحقيق العداله الاجتماعيه من حيث الاستقرار المادي، فرغم الزيادات السنويه في القطاع العام والخاص لكن لا نحظى باي ضمان لزياده الدخل سنويا، نحن مجموعه من شباب المرشدين توجد افكار عمليه تساهم في تطور الاقتصاد المصري. علاء علي بيقول مش عاوزين نصدر الغاز لاسرائيل. ابراهيم جابر بيقول نرجو تفعيل الحد الادنى والحد الاعلى للاجور على جميع قطاعات الدوله عشان نعالج التضخم. محمد حلمي سعيد بيقول عندي فكره لجعل المجتمع المصري ككل مجتمع منتج، انا في فنلندا ولكن ممكن اكون في مصر قريبا. ده سؤال مهم برضه هساله للسيد الوزير. المواطن المصري بيقول بدل من ان تعطيني سمكه علمني الصيد. عبد الله عمر بيقول سياده الوزير كيف تقنع الشباب وهم مقبلين على العمل بان يكون راتبه جنيهات معدوده ويرى اخرون في وظائف حكوميه ياخذون الملايين؟ اعتقد هناك عمل كثير في ذلك. ابراهيم جابر بيقول هل يكون هناك عداله في توزيع الاجور على كل قطاعات الدوله ولا برضه هيكون هناك ناس وناس؟ وهل نطبق الحد الادنى والحد الاعلى للاجور بنسب معقوله؟ طيب التليفون الاستاذ